يعني فرضت أنه الانسحاب راح يكون من أو إغلاق القواعد الأمريكية الأخرى بالعراق والانتقال إلى كردستان. أنا متأكد من نقطة واحدة، أنه الحزب الجمهوري عندما يوصل حماية كردستان تصبح مهمة جدا بالنسبة له، وخاصة أربيل والقاعدة اللي موجودة بالحرير راح ممكن أن تقوى أكثر من الحاضر بعدة مرات وأسلحة وقوة، يعني عناصر، بس ما يعني بأي شكل من الأشكال غلق قاعدة الأسد اللي هي غرب العراق واللي هي مهمة جدا بالنسبة لهم للسيطرة على المنطقة اللي هي بين فلسطين والأردن وإسرائيل وأيضا الخليج العربي. المهم هل الجمهوريين راح يتحركون بهذا الاتجاه وينقلون كل القوة مالتهم؟ يعني ترامب إذا أجل هل ينقل؟ ترامب دائما ما يحرك الشغلات اللي موجودة بالحقيقة، يعني الشيء الموجود يتركه موجود. هل هو يبني عليه؟ هل هناك تطورات؟ هل هو جزء من الحملة الانتخابية مالته وتعهداته للسياسيين السناترز حتى يدعموه بالانتخابات انه راح يعمل هذا الشيء؟